بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله كل الكائنات. ربنا خذ بأيدينا إلى ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، يا كريم يا عظيم يا رحمن يا رحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن الأمة واحدة والرب واحد، فلا بد أن يكون رمضان من شهيده ومن عن الثقة بهم، واللي ينسحب هذه الشهادة تنسحب على الكل، ولنقوم بالشهر الفضيل من شرقنا إلى غربنا كأمة. لو كانت هناك أمة حقيقية مش كما فرتها بنو أمية وبنو العباس وغيره والفساق الكل اللي كانوا في مصر واللي ما زالوا في مصر، يعني معناه لو كانت الأمة بسلام وهي حقيقة ترى وتفهم، ما فماش بعض عباد الله يبارك فيهم، بعض جماعات بعض عائلات ربي يبارك فيهم ويزيد في زادهم المبارك، وإن شاء الله عامهم وأيام مباركة ورمضان مبارك والسلام.